صار لنا سنين احنا نجمع بهاي الشغلات التحفيات، لان هذا التراث محافظه كامله. اهل الموصل الوحيدين اللي يعجبهم هاي الشغلات الانتيكات، تلاقي اغلب بيوت اهل الموصل حاطين قطعه او قطعتين من هاي الشغلات التحفيه. فاحنا نجمعها، اكو ناس هواة لهاي الشغلات تجي تسال على شغلات معينه، دله او مصاب او شمعدان، اكو شغلات نادره احنا محتفظين بها للناس اللي يريدوها. يعني يجون بالاسم يدورون على هاي الشغلات. فهذا هو تراثنا. فتشوف انت بعد التحرير قلت هاي الشغلات، مين راحت للدمرات بالقصف وجوا البيوت صارت. فقمنا هسه نجمع البيت المتحف التراثي، نوباتهم يجون ياخذون شغلات من هنا يسوون بها تصوير، واكو ناس يجون باحثين هذا يسوي بحث على شغلات موجوده، سماورات او دلات المختومه او شمعدانات، كثير شغلات اكو. هسه الزجاج البوهيمي مفقود تقريب بالاسواق. البوهيمي التشيكي الاصلي اللي يشمل ثلاث دول متجاوره، تشيكيا كان قبل تشيكوسلوفاكيا والماني عيني والنمسا. النمسا تمتاز بالكريستال، اما خاصه الثريات والانتيكات وال شو اسمه التماثيل. بس ابسط شيء عندي هذا الصحن، هذا ياباني يمثل الاله ومال الحضر. نعم. هذا شغل عمو والله بالقليل اكثر من 60 سنه.